أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائل يقول: لقد حدث بيني وبين زوجتي شجار، وذهبت إلى بيت أهلها، وعندما علم والدي بالأمر غضب علي وأراد مني أن أذهب وأرجعها، وتشاجرنا أنا ووالدي، وفي تلك الحالة تلفظت بالطلاق عدة مرات وبأوقات متفاوتة، علما بأن الزوجة وأهلها لم يعلموا بذلك، ولها مدة 7 أشهر في بيت أهلها ولم أرجعها إلى الآن. وبعد تدخل أهلي ونصحوني أردت أن أرجعها، فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ إذا كنت طلقتها عدة مرات، 3 مرات، لقد بانت منك بينونة كبرى وليس لها رجعة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر ويطلقها. أما إذا كنت طلقتها مرة واحدة، طلقة واحدة، فلك الرجعة ما دامت في العدة. إذا طلقتها تطليقة واحدة فقط أو تطليقتين ولم تكمل 3 ولم يسبقها شيء يكملها 3، فالطلقة والطلقتان إذا لم يسبقهما ما يكملهما 3 رجعي، طلاق رجعي ما دامت في العدة. أما إذا خرجت من العدة فلا رجعة إلا بعقد جديد. نعم.